العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه، ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على البشير النذير صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السلم المنورق لشيخ الإسلام والأزهر الشريف الشيخ حسن القويسني رحمه الله عند قوله: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. طبعا الدلالة إما أن تكون وضعية أو أن تكون لفظية، هناك لفظية وهناك غير لفظية، فسوف نتكلم في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. يبقى إذن هناك لفظية وضعية وهناك وضعية غير لفظية. أولا، ما معنى الدلالة؟ الدلالة يعني كون، تعريف الدلالة كده، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، يعني شيء يدل على شيء آخر، أو أمر يفهم منه أمر آخر. كما أقول فلان يصلي، فكونه يصلي يفهم منه أنه متوضئ أو أنه على إيه؟ على طهارة، لأننا نعلم أن الصلاة لا تجوز بغير إيه؟ طهارة. أو أقول مثلا هذا عالم في الفقه أو في الشريعة، فيفهم منه أنه يعرف قسمة الميراث. أقول مثلا هذا عالم في النحو، فيفهم منه أنه يعلم أحكام الإيه؟ الفاعل وأحكام المفعول وغير ذلك. يبقى ما معنى الدلالة؟ كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. فالأمر الذي يفهم منه أمر آخر هذا يسمى إيه؟ الدال. والأمر الآخر هو إيه؟ المدلول. يبقى عندنا دال وعندنا إيه؟ مدلول. مثلا تسمع طرق الباب أو رنين الجرس أو تسمع صوت الإيه؟ الموبايل، فتفهم من هذا الرنين أنه لا يداعبك أو لا يغازلك، بل إنسان يطلبك يريد أن تتحدث معه. كيف عرفت أن رنين التلفون أن إنسانا ما يطلبك أو إنسان معين؟ لأن الأسماء تظهر إيه؟ في الشاشة إن كانت إيه؟ مسجلة تظهر. بهذا معناه أنه في فلان أو إنسان غير معروف يطلب مكالمتك. طيب الرنين ده دلالة، وما هو المدلول؟ الإنسان الذي يريد أن يتحدث إليك. واضح من أو الأنشودة أو الأغنية أو التسبيح الذي يضعه كثير من الناس في
التلفونات هذا أمر غير لائق. يعني لماذا لا نجعل في جرس الباب تسبيح أو ذكر أو تكبير، أو لنجعله فين؟ في التلفون. ثم إنك لا تنتظر التسبيح أو الصلاة على النبي أو المديح، بل تقطع هذا، وهذا فيه إيه؟ إساءة أدب، تقطعه من أجل إيه؟ أن ترد. على أي حال هذه مسألة لا تشغلنا، لكني لا أحبها ولا أرضاها. عليك أن تجعل هذا التليفون يهتز كأنه جان، يعني تعرف من هذا الاهتزاز برضو نوع من أنواع الإيه؟ الدلالة، في الرنين أو الاهتزاز، هذا كله دلالة إيه؟ ها؟ غير لفظية، دلالة غير إيه؟ غير لفظية. أما إذا نطق وقال هناك فلان يطلبك، فهذه دلالة لفظية. يبقى الدلالة إما تكون لفظية إما تكون غير إيه؟ غير لفظية. وما معنى الدلالة؟ هي معنى الدلالة كون أمر حيث يفهم منه إيه؟ أمر آخر. افترض إنسان لم يفهم الأمر الآخر، ولهذا قال سواء فهم بالفعل أم لا. يا ممكن إنسان لا يفهم من رنين التليفون أن إنسانا يطلبه، إنما شأن الرنين أنه يدل على هذا، سواء أنت فهمت أو لم تفهم. يكون واحد يظن أنها أغنية أو شيء يعني كده للترفيه فقط، ولا يدل، يعني هو من نفسه يفعل هذا. يبقى ليس بشرط أن يفهم بالفعل، ليس بشيء أن يف ليس به بلازم أو بشرط أن يفهم بالفعل. كما مثلا أشير لك، الإشارة معناها افتح الباب أو قم استقبل فلانا، وأنت لم تفهم الإشارة، لكنها هي تدل في ذاتها، سواء فهم الإنسان الإشارة أو لم يفهم. يعني كثير من طلبة العلم لا يفهمون الإشارة، في إشارة أحيانا تكون إيه؟ تكون خفية، وفي إشارة تكون واضحة. في ناس لا يفهم لا الخفي ولا الواضح، ولو زدت توضيحا برضو لا يفهم. خلاص كده. يعني أذكر مرة كان في إنسان يبحث عني أو يسأل، هو لا يعرفني، من بلاد يعني ليس من مصر، ويسأل عني، يسمع فقط دون أن يراني. فمرة لقيني، هو لا يعرفني، هو يبحث من سنين دون أن يراني، وسلمت عليه وأتحدث معه، فقال لي أريد فلانا، وهو يتحدث إلي وأنا أحاول لقاءه منذ زمن. فقلت له إن قدر الله، إن كتب الله اللقاء فسوف تلقاه، ولو كان بينك وبينه بعد المشرق والمغرب، وإن لم يكتب الله لكما اللقاء فلن تجده ولو كان أمامك ولو كانت يده في يدك. فلم يفهم الإشارة. ما معنى لو كان أمامك ولو كانت يده في يدك؟ يعني أن هذه إشارة إلى أنه هو الذي يحدثك. يعني إذا ربنا ما أرادش ما تحاولش، حتى لو كان يكلمك أو لو كان يصافحك. ليه؟ لأنه كيف لا يكون لقاء، مع أنه التقى بالفعل، لأن شرط اللقاء المعرفة. إذا لقيت مثلا حتى نبيا أو رسولا وأنا لا أعرفه، لا يقال لقيت سيدنا موسى أو فلانا من الأولياء أو الصالحين، لأنك لقيت رجلا مجهولا لا تعرفه. فشرط اللقاء أن يكون في معرفة. يلا يا شيخ محمد. فصل في أنواع الديانات اللفظية.
لفظية وضعية. طبعا وحنتكلم عن في وضعية غير ايه، غير لفظية. والديانة كون أهل بحيث يفهم منه أمر آخر. لماذا هو العنوان فصل في أنواع الدلالة الوضعية، صح كده؟ لكن هو هنا بيقول لك فصل في أنواع، في الشرح، أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. من أين جاء بهذه الزيادة؟ لأنه في النظم نفسه، في نظم السلم، دلالة اللفظ على ما وافقه. فهنا قال إيه الوضعية؟ إيه اللفظية، لأنه ذكر في النظم اللفظ. والدلالة كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. هذا هو معنى الدلالة، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. يعني شيئين، دال وإيه ومدلول. الأمر الأول اللي هو هيفهم منه الأمر الآخر دال، والثاني مدلول. سواء فهم بالفعل أم لا، والأمر الأول دال والثاني مدلول. والدال ينقسم إلى غير لفظ أو إلى لفظ. يبقى يا إما يكون غير لفظ يا إما إيه؟ يعني غير لفظ زي الدلالة العقلية، عقلية بحتة، ما فيش لفظ. يعني مثلا إحنا وجدنا إيه؟ أثر، أثر أقدام، أي أثر، فمعنى هذا يدل على أن هناك مؤثر. واضح كده؟ يعني أنت دخلت هذا البيت فرأيت كتابة، تقطع أن هناك كاتب، لأنه لا يمكن أن يكون هذا المكتوب كتب نفسه. يعني إذن الكتابة هي الأثر، فتدل الكتابة تدل على أن هناك إيه؟ كاتب. الأثر يدل على أن هناك مؤثر. وجدنا شيئا مذبوحا يدل على أن هناك ذابح. وجدنا إنسانا مقتولا يدل على أن هناك قاتل، وهكذا. وجدنا فعل يدل على أن هناك فاعل. بس كل هذا إيه؟ دلالة غير لفظية. فعل فاعل، أثر مؤثر، تغير يدل على أن هناك مغير، ذبح يدل على أن هناك ذابح، إلى غير ذلك. كل هذه دلالة إيه؟ غير لفظية. فغير اللفظ إما دال بالعقل كدلالة التغير على الحدوث. يعني إذا غير اللفظ، الدلالة اللي هي إيه؟ الوضعية، أو الدلالة اللي هي غير لفظية. ثلاث أشياء، عقلية أو إيه؟ أو عادية، والتاني إيه؟ وضعية. خلاص كده، هذه هي وضعية غير لفظية. ثلاث أشياء، يعني مثلا دلالة التغير على الحدوث، أي شيء يتغير تغيره يدل على حدوثه. ما معنى يدل على حدوثه؟ يعني يدل على أنه وجد بعد عدم، هذا هو معنى الحدوث. ما الذي دل على الحدوث؟ فالحدوث مدلول، والذي دل عليه هو إيه؟ التغير. هذه دلالة اسمها إيه؟ دلالة عقلية غير لفظية. ما هو في برضو عقلية لفظية، يعني واحد مثلا بيتكلم وأنت لا تراه، اللفظ الذي ينطق به يدل على حياة اللافظ، أو يدل عقلا على أن هناك من يلفظ أو من يتكلم. ففي عقلية مجردة وفي عقلية لفظية. يبقى إذن هنا اللي هو بيدل بمجرد العقل اسمه إيه؟ دلالة عقلية. دلالة التغير على إيه؟ على الحدوث. ودلالة الإيه؟ الأثر على الإيه؟ المؤثر. ودلالة الفعل على الفاعل، كل ده دلالة عقلية. أو بالعادة، كدلالة المطر، وكلمة دلالة ينفع بكسر الدال، وينفع بفتح الدال، وينفع بالضم.
دلالة ودلالة ودلالة، والفتح هو الأشهر. طبعا لما تقولها بالضم يقولوا عليك أعجمي، لأنها لم تسمع كده. في ناس يقول لك دلالة ودلالة، الاثنين صح، لكن في أيضا إيه دلالة، يعني جدد في المنطقة، ده من ضمن التجديد. يلا. قول عادة كدلالة المطر على النبات، دلالة لما يكون في مطر يدل عادة مش عقلا، لأنه العقل يقول لك لا يلزم من وجود الإيه المطر وجود النبات، ممكن المطر ينزل على صخر أو على الجبل، مش لازم يكون إيه في نبات، بس العادة تدل على أن الأرض إيه، وترى الأرض إيه هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أو كذا، هذا يدل إيه دلالة عادية مش عقلية، لأن الدلالة العقلية لا يمكن تخلفها، يعني لا يمكن نجد أثر من غير مؤسسة، هذا لا يمكن، إنما ممكن نجد نبات من غير مطر نسقيه كذا بالأيدي أو بالآبار أو بالمياه أو من نهر النيل أي حاجة. فالحاجة اللي هي ثابتة لا تتخلف تسمى هي دلالة إيه؟ ها؟ دلالة عقلية. الدلالة الثانية اسمها دلالة إيه؟ عادية. ده كمل. يعني لما واحد كده وجهه يحمر كده يبقى معناه عنده خجل، خلاص في خجل وفي ايه تاني وفي وجل، الوجل تلقاه وجهه يصفر، قالوا لا توجل مش لا تخجل، فيعني إما الاحمرار الوجه يدل على ايه على الخجل، والصفرة تدل على الوجل. ده ايه الفرق بين الخجل والوجل يا شيخ طلحة؟ ها اللي هو ايه اللي بعد الكسوف، الخجل حياء او كسوف. طب والوجل خوف، قالوا لا توجل ما تخافش مش كده، فأوجس. شوف القرآن بيفسر بعده، لما دخلوا عليه ففزع منهم، قالوا لا إيه، دخل الملائكة على سيدنا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. طب انت قاعد ورا ليه، ما تيجي هنا، انت قاعد ليه مع أهل الكتاب، تعال مع الخجل. يعني ايه الخجل؟ الخجل يعني ايه؟ الحياء زي الكسوف، يقول لك فلان خجل يعني تكسف كده، يبقى الخجل معناه ايه؟ كسوف او حياء. ده والوجل خوف، تلقى وجهه اصفر كده وانتقع لونه خايف، زي لما تلقى الناس ربنا هيودوه مثلا يحكموا عليه بالاعدام تلقى ايه اصفر خلاص مش احمر، الاحمر ده غضب، الوان في الوجه سبحان الله، كل حاجه تدل على ايه على شيء اخر. او بالوضع او بالوضع كدلاله الاشارات باليد مثلا على معنى نعم او لا، يعني تواضع الناس، يعني كلمه بالوضع تواضع، لانه مثلا واحد بيقول لي ايه هجيب لك ماء، فانا اعمل له كده ما قلتوش لا، يفهم ايه لا، ما انا ما اتكلمتش. طب او نعم ممكن اعمل له كده يعني راس، انما كده ممكن يكون اشاره بالراس، يعني مثلا نعم كده لا، كله على حسب ايه ما يتواضع، ممكن يشير حتى برجله هو حر حسب تواضع ايه الناس. واللفظ اما دال بالعقل كدلاله اللفظ على وجود لافظ من ورائه، يعني اللفظ هنا نفسه يا اما في لفظ يدل عقلا، يعني دلاله لفظيه عقليه، زي ايه
دلالة اللفظ على وجود اللافظ من وراء جدار، ما دامت واحد يعني وقع هدم، إن هدم مثلا بيت أو حصل يعني زلزال وسمعنا أصوات تحت الأنقاض، هذا يدل على أن هناك أحياء، مش كده؟ ما دام سمعنا صوت صراخ لفظ كلام أغيثوني، لا ده ما فيش حاجة، ده جن، جن أنت اللي جن، في إنسان بيستغيث. يلا اقرأ. أو بالعادة الدلالة أحمى على وجع الصدر، يعني لما يكون مثلا العادة كده جرت على أنه لما الصدر يعني يوجع، هذا إيه؟ وجع إيه؟ الصدر. أح الإنسان يكح، حتى خدوا منها كلمة كح، أح كح من إيه؟ من وجع إيه؟ الصدر. والثاني اللي وجع الرأس يقول إيه؟ آه آه آخ آخ، يبقى بالضم وجع الصدر، بالفتح وجع الرأس. بالوضع يعني، والوضع ده اللي هو اللغوي، وضع الألفاظ لمعاني، فكلمة أسد وضعت في اللغة على أنه هو الحيوان المفترس أسد، والأسد له أسماء كثيرة منها الغضنفر والليث والقسورة وأسامة، كل ده من أسماء إيه؟ الأسد. خلاص. والكلب له أسماء أيضا، الكلب له كم اسم؟ 70 اسم للكلب. وذلك مرة واحد ماشي فعثر، كان كفيف البصر أعمى، فأصاب إنسانا فقال له إيه؟ انتبه يا كلب، شتمه يعني، فقال له الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. يعني إذا فأنت كلب قطعا، ولا يعرف حتى 7 أسماء. يلا. وهذه هي المعتبرة في يعني اللي هي إيه؟ الدلالة اللفظية الوضعية هي المعتبرة في المنطق، هي الأساس. بس لماذا شرح لك الباقي؟ من باب إيه؟ إكمال المعرفة. ولذلك الباب باب في أنواع الدلالة الوضعية اللفظية أو اللفظية الوضعية، ولم يأتي بالدلالة العقلية اللي هي غير لفظية، ولم يأتي بالعادية، ولم يأتي بإيه؟ بشيء آخر. ليه؟ لأنه المقصود في المنطق هو الدلالة الوضعية اللفظية. يعني هو قال كذا أنواع الدلالة الوضعية، يعني الوضعية اللي هي اللفظية، كما تقدم فخرج بالدلالة اللفظية دلالة غير اللفظ، يعني غير الألفاظ. زي إيه؟ زي غير الألفاظ، زي دلالة السهم، لما تروح مستشفى مثلا تلقى السهم الأحمر ده قسم القلب، الأزرق ده مثلا الأمراض النفسية، يعني تمشي على السهم. أو أشارات المرور، الإحمرار يعني توقف، وأخضر يعني تحرك، وأصفر يعني بين نفاق ده، وهكذا. إيه هذه اسمها إيه؟ دلالات إيه؟ غير لفظية. وكدلالة المحاريب في المساجد، التجويف ده، أول ما تدخل المسجد مش عارف القبلة فين، فتنظر فتجد إيه؟ المحراب اللي هو التجويف، عارفه؟ فتعرف أن يدل هذا التجويف على أن اتجاه القبلة هكذا. إنما لو عملنا زي ما يعمل الجماعة السلفية، لا في محراب في المسجد ولا في مأذنة، وكيف أعرف القبلة؟ لازم يكون في علامة تدل على إيه؟ اتجاه القبلة. فخرج باللفظية دلالات غير الضبط، وبالوضعية دلالات الضبط غير الوضعية. نعم. فلا يعتبر شيء من هذه الخمسة عند المناطق وقد تقدم تفصيلها. يعني المعتبر عندهم نوع واحد اللي هو الدلالة الوضعية الإيه؟ اللفظية. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. خلاص احنا بنتكلم في اللفظية دلوقتي.
وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. يعني عندنا دلوقتي ثلاث أنواع في الدلالة اللفظية، اللي هي المطابقة والتضمنية والالتزامية. هذه هي أنواع الدلالة في المنطق. كان الدلالة اللفظية خلاص احنا قلنا غير اللفظ من الشاربي، يا إما مطابقية يا إما تضمنية يا إما التزامية. خلاص كده؟ اه يلا. دلالة اللفظ أي الوضعية أفضل من الترجمة على ما وافقه، أي على المعنى الذي وافق اللفظ، بأن وضع له ذلك اللفظ لا لأقل منه ولا لزائد عليه. ولذلك لما يكون اللفظ مساوي المعنى لا زيادة ولا نقصان، هذا يسمونها دلالة المطابقة، يعني اللفظ هذا يدل على المعنى بتمامه، فيكون نوع الدلالة اسمه المطابقة أو الدلالة المطابقة، يعني اللفظ يطابق المعنى. لما أقول اشتريت بيتا، لفظ بيت يعني معناها سقف وجدران وأبواب ودورة مياه ومطبخ وشبابيك وسلم، هذا هو مفهوم البيت. فإن دل هذا اللفظ على تمام المعنى دون زيادة ودون نقصان فهذا يسمى إيه؟ مطابقة. لكن لما أقول أنا إيه؟ أصلحت البيت، والمقصود أني أصلحت جدار كان ساقطا، لم أصلح البيت كله، فهذا يسمى إيه؟ تضمنية، جزء. خلاص كده؟ وإن دل على معنى آخر لازم له فهذا يسمى دلالة التزامية. لما أنا أقول كذا أمر عند البيت أو أمام البيت، يعني معناها في الشارع، لأنه يلزم من البيت أن يكون هناك شارع موصل إليه، لكن الشارع ليس من البيت، لكن لا بد للبيت من شارع. كيف تشتري البيت دون شارع؟ يعني يشرع، يعني تدخل إليه، كيف تدخل إلى البيت لو أن البيوت متلاصقة ولا شوارع بينها؟ فيلزم من البيت وجود الشارع الذي يؤدي إليه. وذلك لما يقول أنا أسكن في بيت رقم 20، هيقول لك في أي شارع؟ تقول لا ما في حاجة. إذن أنا قلت لك على رقم البيت ده، في أي شارع؟ تقول ما فيش شارع، يبقى معناها ما فيش بيت، لأنه يلزم من وجود البيت. وهي أسماء دلالة إيه؟ هو اللفظ نفسه ممكن يكون مطابقي بحسب الدلالة، وممكن يكون تضمني، وممكن يكون التزامي، مش شرط يكون دا غير دا، هي بتتداخل الدلالات في بعضها. يلا يا شيخ. يدعونها أي يسمونها، أي تسمي مناطقه الدلالة على المعنى الموضوع له اللفظ. دلالة المطابقة، وسميت الدلالة على الموضوع له بتمامه دلالة المطابقة، المطابقة التالية للمدلول. أي عن المطابقة سميت الدلالة على الموضوع له بتمامه، بتمامه يعني لا زيادة ولا نقص، اسمها دلالة المطابقة لمطابقة الدال للمدلول، من قولهم طابق النعل النعل. إيه معنى طابق النعل؟ لما أنتم داخل المسجد تجيب النعل وتروح تحط النعل الثاني عليه، يعني تحط أسفل هذا على أسفل الثاني، مش كده؟ يعني مثلا النعل كده والثاني كده، تحطهم مع بعض، تمسك النعلين كده، يبقى أنت عملت إيه؟ مطابقة، لأن النعل يعني فردة النعل طابقت الأخرى، فهذه دلالة المطابقة. لو مش فاهمها هات النعل طابق على دماغك. بس يلا. ها؟ من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقتا، والدال والمدلول متوافقان ومتطابقان بحيث لا يفهم من اللفظ زيادة على المعنى. يعني لما نفهم اللفظ نفهم نفس المعنى، ما في زيادة، ولا يفهم المعنى من أقل من اللفظ. ولذلك لما نقول كده دلالة الإنسان على الحيوان الناطق،
لفظ إنسان دل على كامل المعنى له الحيوانية والناطق، لكن لو دل على الحيوانية فقط أو الناطقية فقط جاز إيه؟ تضمنية. قال الناظم رحمه الله: وجزئه تضمنا وما لازم. وجزئه يعني لا يدل على المعنى كله، يعني لا يدل على المعنى تاما، وإنما يدل على جزء المعنى، فهذا اسمه إيه؟ التضمن. ليه؟ لما سمي بالتضمن؟ لأن الجزء يوجد في ضمن الكل، خلاص؟ لأن طالما ذكرنا الكل يبقى تضمن الإيه؟ تضمن جزءه، لأن الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه، فهذا يسمى إيه؟ ضمنية أو تضمنية كده. يعني واحد مثلا أقول لك إيه؟ فلان يصلي، لو أن كلمة الصلاة معناها يسجد ويركع ويقوم ويجلس ويتشهد وقضية مطابقية، إنما لو أنا فهمت من الصلاة معنى السجود أو الركوع قضية إيه؟ تضمنية، لأنها دلت على جزء المعنى، جزء من الصلاة وهو الركوع أو السجود، واضح؟ ودلالة اللفظ على جزئه أي جزء المعنى يعني يدل على واحدة مش على الاثنين، يعني على جزء، لأن قلنا الجزء يوجد في ضمن الايه؟ الكل، لأنه طالما هو إنسان يبقى هو حيوان، طالما هو إنسان يبقى هو ناطق. يدعونها تضمنا أي دلالة تضمن، لتضمن المعنى، يعني المعنى كله حيتضمن جزءه، مفهوم؟ وقول الناظم يعني ما أقول لك أنا أستاذ في الفقه، طب مسائل الميراث جزء من الفقه، فأقول له والله تعالى في مسألة ميراث، يقول لك لا أنا أخي قلت لك بتاع فقه، يقول له هذا يتضمن أنك تعلم، ما هو ده ضمن الفقه، وأنا سألتك في الفلسفة ولا في الهندسة، أقول لك ميراث، تقول لي أنا أصله فقه، لما الفقه من غير ميراث يبقى إيه؟ فقه، هسألك في العبادات، لا أنا فقه، خلاص بقى فقه. ها؟ وقول الناظم وجزئه من جر عطف على ما المجرور يعلم. وقوله تضمنا عطف على دلاله المطابقه المنصوبه يدعونها، ففيه العطف على معنيين لعاملين مختلفين، واضطر لان احد العاملين جار وقد تقدم، وذلك جائز النحو في الدار زيد والاجره عنه. يعني شوف كده بيقول لك هنا ده مسألة نحوية صعبة، بيقول لك يعني العطف على معمولين، يعني ده معمول وده معمول، ماشي ما فيش مشاكل، لكن العامل مختلف، ده بيقول لك يغتفر هذا. وفي في القرآن حاجة زي كده بس عاوز أذكرها، إنه العطف عطف إيه؟ على معمولين ولكن لعاملين مختلفين. أظن لو قرأنا في أول سورة الجاثية اللي حافظ هيظهر هذا النوع من العطف. واغتفر لإيه؟ يعني كيف نعطف على عاملين لمعمولين مختلفين، على معمولين لعاملين مختلفين. قالك هذا مغتفر، يعني تجاوز عنه، لأن أحد العاملين جار، خلاص كده، وقد تقدم وذلك جائز. شوف كده نحو في الدار زيد والحجرة عمرو، يعني وفي الحجرة عمرو، يعني في الدار زيد وفي الحجرة ايه؟ عمرو، كما في كتب النحو. لو حافظين الآية بتاعت مين حافظ أول السورة؟ النبي خلقي في خلق في الجاسي، أنا عاوز أول السورة إيه؟ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات، مفيش في خلق، أنت مش حافظ، مين اللي حافظ؟ أنت والله حرام عليكم، أنا أستعين يعني بغيركم.
كمل شوف كده أهل آياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الجاسية جات: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، تمام كده. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، مش كده؟ واختلافي، هنا معطوف على معمولين لعاملين مختلفين، وبعدها أيضا وتصريف الرياح آيات، مش كده؟ آيات لقوم يعقلون. هنا واضح في إيه؟ في هذه السورة أنه إيه؟ نعطف على إيه؟ معمولين مع اختلاف العوامل. دي مسألة تراجع في علم النحو. ولذلك في قراءة تاني تقرأ بغير العطف في هذه السورة، يعني شوف كده من عارف القراءة التانية بتاعت حمزة: إن في السماء آيات في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم، واختلاف الليل والنهار وما أنزل من رزق وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. مش متذكر القراءة الثانية، تقرأ من غير العطف يعني ما يعطفش. يلا تفضل. قال النظم رحمه الله: وجزئه تضمنا وملازم، فهو التزام بعقل المسلم. واما دلاله اللفظ على ما، اي المعنى اللازم الذي لزم معناه، فهو التزام، اي دلاله التزام لالتزام المعنى، اي استلزامه له. يعني مثلا يدل اللفظ على معنى غير المطابقية وغير التضمنية، وهذا المعنى لازم له. زي إيه؟ عندما أقول أربعة فيلزم، تدل الأربعة على الزوجية، فهذا معنى لازم للأربعة. أو الثلاثة على الإيه؟ الفردية. أو العمى على البصر، يسمى هذا إيه؟ دلالة تلازم، يعني واحد يلزم من الإيه؟ من الآخر. وقول الناظم بعقل الكذب شرط الكذب جواده بدلالة قوله فهو التزام، يعني فهو التزام. إن بعقل التزم يعني فهو التزام، يعني إن بعقل التزم تكون دلالة التزامية، لكن لا، لم يقل فهو التزام لأنه قدمها. يعني الجواب ما بيكونش قبل أداة الشرط، يعني المفروض يقول كده: وجزئه تضمنا وما لزم إن بعقل التزم فهو التزام. لكن عشان ضرورة الإيه؟ لأنه الجواب مؤخر عن الإيه؟ عن الشرط. والمعنى أن الدلالة على اللازم تسمى التزاما إن تزن ذلك اللازم في العقل، أي يعني في حاجة اسمه إيه؟ لازم في الذهن، خلاص. وفي لازم في الخارج فقط، وفي لازم فيهما معا. بأن لازم من تصور الملزوم في الذهن تصور ذلك اللازم فيه، سواء لازم مع ذلك في الخارج كالزوجية للأربعة. يعني مثلا يلزم من تصور الزوجية للأربعة في الذهن أيضا وجودها في الخارج، يعني لابد أن يكون الذهن يقول على الأربعة زوج في الذهن وفي الخارج، لا تكون الأربعة إلا إيه. لكن هناك لازم في الخارج فقط وليس بلازم في الذهن، خلاص كده. يعني عندك هنا يقول لك: لا، بأن لزم من تصور الملزوم في الذهن تصور ذلك اللازم فيه، سواء لزم مع ذلك في الخارج زي الزوجية والأربعة، يبقى الزوجية والأربعة دي لازمة ذهنا وخارجا، أو لم يلزمه في الخارج وإنما اللزوم فين؟ في الذهن فقط، وإنما في الخارج فيه تنافي زي البصر للعمى.
فيلزم الذهن إذا تصور إيه معنى البصر، يعني معناها نفي العمى، فلا بد تصورهم مع بعض في الذهن، لأنه لا يفهم البصر إلا بفهم العمى، ولا العمى إلا بفهم البصر. فهنا يلزم هذا في الذهن، لكن في الخارج لا، ده في منافاة بين العمى وبين الإيه، فتصور العمى والبصر ده إيه اسمه في الذهن فقط، إنما الزوجية للأربعة أو الفردية للثلاثة ده في الذهن إيه والخارج. ده في تصور في الخارج فقط، اللي هو إيه زي يلزم في الخارج السواد للغراب، إنما أقول هذا غراب وأنظر كده فأجده أبيض، بلا ليس، لأنه يلزم من كونه غراب أن يكون إيه أسود، بس هذا فين؟ في الخارج وليس في الذهن، لأنه الذهن يقول لك ممكن يكون الغراب ده مثلا بنفسجي أو مثلا يعني برتقالي، تصور غراب مثلا أصفر، غراب كده تلعب به جميل، إنما هو أصلا ما فيش حاجة اسمها غراب جميل، غراب البين ده أسود، ده شؤم وإنذار، فبعث الله غرابا، فالغراب ده لازم يكون أسود، بس هذا اللزوم فين؟ في الخارج فقط، وليس فين؟ وليس في الذهن. العقل يقول لك أنت حر لا تعمل غراب مشكل حتى، لا مالي. وخرج لذلك القيد اللازم في الخارج فقط دون ذهني. زي السواد للغراب. خلاص؟ فلا يسمى لذلك. طب لو قلنا مثلا السواد للكلب، ده لا يلزم لا في الذهن ولا في الخارج، انه في كلب اسود، والكلاب الوان، اشوف انظر الى الكلاب، فهذا يلزم في الغراب بس. هل انت رايت غراب في حياتك غير اسود؟ لا. فإذا رأيت فأخبرني. يلا. يسمى دلالة لفظ الغراب على السواد دلالة الالتزام لعدم عزوم سوادها في العقل والالتزام في الخارج. يبقى احنا أهم حاجة عندنا في المنطق اللي هو اللزوم اللي هو في الذهن. ما لناش دخل في الخارج، يلزم يعني ممكن يكون في الاثنين يبقى خلاص ماشي. إنما إذا كان في الذهن ممكن يكون في الذهن فقط. وإذا كان في الذهن والخارج أو في الخارج فقط، مفهوم كده؟ يا في الخارج فقط، يا فيهما معا، يا في الذهن دون الإيه الخارج. والأمثلة عندك، ها؟ وذلك في جدول هنا موضح. شوف كده عندك إيه دلالة، أول حاجة أبص كده في الجدول عشان تفهم، دلالة غير لفظية، كم حاجة عقلية عادية وضعية، كل حاجة فيها مثال. تعال في الدلالة اللفظية حتجد فيها عقلية عادية وضعية. شوف كده، دلالة اللفظ عقلية لفظية على وجود اللفظ، دلالة عادية لفظية برضو، دلالة لفظية على وجع الصدر. بعدين وضعية، دلالة اللفظ يعني لفظية وضعية، لفظ أسد على الحيوان الايه المفترس، وهي المعتبرة في المنطق، وتقسم إلى كام؟ إلى ثلاثة، مطابقية تضمنية إيه؟ التزامية. عند المطابقية جاب لك المثال، لفظ الإنسان على ما طابقه، يعني على الحيوان الناطق. تضمنية، لفظ الإنسان على واحد، على الحيوان أو على الناطق. التزامية، عندك إيه؟ يا إما الالتزام يكون فين؟ في الذهن فقط، أو في الذهن أو والخارج، أو في الخارج فيه فقط. واضح كده؟ ايه اللي زي اللي ذهنا وخارجا، الزوجيه للاربعه والفرديه للثلاثه، وايه اللي ذهنا فقط، البصر والايه والعمى، وايه اللي في الخارج فقط، السواد للغراب. في فوائد مهمه لازم تعرفوها، دي من ضمن الزيادات ما قالهاش الشيخ الدمنهوري، لي شرح على السلم مشهور، إيضاح للمبهم، بيقول إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة، يعني طالما الدلالة تضمنية تبقى مطابقية، لأنها بتدل على الجزء، والجزء موجود فين؟ موجود ضمن الكل،
هي مطابقية وتضمنية، يعني أي دلالة تضمنية هي مطابقية، لأنه لا يمكن يوجد الجزء واحد ولازم يوجد في ضمن الايه الكل. وأيضا كل دلالة يبقى كده، كل دلالة تضمنية يبقى هي ايه مطابقية، وكل دلالة تضمنية هي أيضا ايه التزامية. فإن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. يعني طالما عندنا تضمنية يبقى عندنا المطابقة، هي في نفس الوقت كده وكده، بس ده باعتبار وده باعتبار، يعني باعتبار أن ما هو الجزء قلنا موجود مع الكل، فإن أردت الجزء يبقى تضمنية، وإن أردت الكل فهي مطابقية. وأيضا يوجد هذا في الالتزامية، يعني من حيث أن اللفظ يدل على معنى خارج اسمه إيه؟ التزام، ومن حيث يدل على تمام المعنى اسمه مطابقة. يبقى إذن كل دلالة تضمنية هي مطابقية، وكل دلالة التزامية هي مطابقية، خلاص. وهي لا تستلزمهما، يعني دلالة التضمن تستلزم المطابقة، ودلالة الالتزام تستلزم المطابقة، أما دلالة المطابقة لا تستلزم التضمنية ولا الالتزامية. يعني ممكن يكون مطابقة فقط ملهاش الايه لازم، أو ملهاش ايه ضمن، مفهوم ولا شوف؟ أنا عاوز أعرف طب كيف، ما هي العلامة؟ يعني مثلا لما نقول الصلاة ينفع الاثنين، بس أنت إذا أردت تمام الصلاة هذه مطابقية، وإن أردت الركوع أو جزء منها فهذه يبقى إذن طالما في تضمن يبقى فيه إيه؟ مطابقة، وطالما في التزام يبقى فيه مطابقة. لكن ليس بشرط إذا كانت هناك مطابقة يكون هناك تضمن أو يكون هناك إيه؟ التزام. متى؟ كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. يعني عاوز أقول لك إمتى يكون لابد يكونوا مع بعض؟ لما يكون المعنى مركب، يعني له أجزاء، طالما فيه دلالة تضمنية يبقى فيه مطابقة، لأنه بيدل على جزء والجزء موجود في ضمن الكل، وطالما فيه التزام بيدل على معنى خارج المعنى الأصلي موجود. لكن ممكن تكون في دلالة مطابقية لكن ما فيهاش تضمن، لأنه المعنى بسيط لا جزء له، فكيف يوجد التضمن؟ ولا لازم له. يعني مثلا الصلاة لها لازم هو الوضوء، ولها لازم هو القبلة، إنما إذا كان المعنى بسيط يبقى ما فيش تضمن. يبقى متى يكون فيه تضمن؟ إذا كان المعنى مركب، زي حيوان ناطق، المعنى مركب من حاجتين، من الحيوانية والناطقية. لكن إذا كان المعنى اللي بيدل عليه اللفظ لا تركيب فيه يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه؟ تضمنية. وإذا كان لا لازم له في الخارج إذن فليس هناك دلالة، فتكون مطابقية وحدها. يبقى كل دلالة، شوف كده، تضمنية فهي إيه؟ مطابقية، وكل دلالة التزامية فهي مطابقية، وليس العكس. لأنه قد يكون المعنى بسيط يبقى ما فيش تضمن، وقد يكون لا لازم له في الخارج. يعني مثلا شوف كده، لما أقول نقطة، عارف النقطة كده، النقطة إذا دل اللفظ على النقطة، النقطة معناها بسيط ما فيش تركيب وما فيش لازم، إيه اللي يلزم منها؟ النقطة. يبقى دلالة لفظ نقطة عليها مطابقي، لأنه لا تضمن ولا التزام. وصرح الأخضري في شرحه بالقول بأن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة ولا عكس، يعني المطابقة لا يلزم أن يكون إيه؟ التزام. واضح ولا مش واضح؟ واضح. يلا، بس في فرق بين اللزوم بتاع المنطق اللي هو اللزوم الذهني، يعني يلزم في أهم حاجة عندنا، ويلزم أو في الخارج مش مهم، بس مهم الأصل عندهم اللزوم العقلي، إن بعقل. أما اللزوم الخارج منهم ما لهمش دخل به، وذلك في لوازم بس ما تعتبرش منطقية،
لأنه ليست لازمة في الذهن. يعني ده بيسموه اللزوم في علم البيان، ده حاجة تاني. يعني مثلا لما أجيب الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين، فأفهم من كده إنه مدة الرضاع كام؟ سنتين. طب لما أجيب الآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا، وأروح أخذ السنتين، يبقى باقي من 30 شهر كم؟ 6. فهنا يلزم أن تكون أقل مدة الحمل، بس ده مش في المنطق مش داخل بيه ده. 6. منين جابوا اللزوم ده؟ من جمع الآيتين مع بعض. ما هو إذا كان الرضاع 2 سنين وهم مع بعض 30 شهر، طب نشيل 2 سنين 24، يبقى باقي فعشان كده استدل الفقهاء على انه اقل مدة الحمل كام؟ 6 اشهر. لكن الحنفية قال لا، ما فيش لازم هنا، مثلا وحمله وفصاله 30 شهر، قال ما ينفعش وحمله وفصاله. قالوا مدة الرضاعة دي 2 سنين 3 سنين 2 سنين ونص. ليه؟ قالوا ما حمله وفصاله 30 شهر. طب فين الحمل؟ قال لك مش حمله في البطن، حمله على الأيدي، هشك هشك. يعني الحمل المراد به على الأيدي، وليس الحمل اللي في البطن. ده حمل بطن 9 شهور. يبقى فسروا الحمل أن المراد به على الأيدي، ما هو لما بيرضع بيحمل ولا بيرضع وهو واقف؟ بيحمل. يلا قول. خلصت مبحث الألفاظ؟ كفاياهم كده مباحث الكفاية، عشان ده جزء يعني كفاية لما تفهم أحسن. عاوزين تاني ولا كفاية؟ عشان في درس تاني. مش كده؟ فين؟ اقرأ الفوائد والله عشان استفيد، عشان في درس. مش في درس تاني بعده؟ مفيش؟ اعتذر لما كان خلتون، انا اعتذرت برضه مثله حتى تكون دلالة المطابقة. المهم فهمتوا الدلالات دي مهمة في الفقه ومهمة في الأصول، افهموها جيدا. الثانية قال الشيخ التنموري: ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا. يعني شوف كده، التضمن تجتمع مع دلالة الالتزام إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، لازم يكون مركب. أصل إذا لم يكن المعنى مركب يبقى ما فيش تضمن. زي ما قلت لك معنى الإنسان مركب، الحيوانية والإيه؟ والناطقية. إنما المعنى البسيط يبقى ما فيش تضمن. وتنفي دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له. يبقى إذا ممكن تكون تضمنية والتزامية. متى؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، أهم حاجة اللازم الذهني. وتنفرد دلالة التضمن، يكون تضمنية فقط فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا. وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة وله لازم ذهني أو لا لازم له ذهني، والله أعلم. الفائدة الثالثة: قال الإمام الأخضري: ودلالة المطابقية نقلية اتفاقا، وفي الأخير أقوال ذلكها الالتزامية عقلية والتضمنية نقلية. يعني اختلفوا نقلية اتفاقا، يعني بنقل، يعني اللي هو المطابقية، يعني اللفظ هذا لفظ أسد وضع على الحيوان لفظ إنسان، ده بنقل اللغة، يعني زي يقول شيء سماعي نقلي ما لناش فيه دخل. وفي الأخيرين أقوال 3 اللي هم التضمنية والالتزامية. قول يعني منقولة. يعني مثلا كيف عرفنا أن أسد موضوع للحيوان؟ مش هذا نقل، مش عقل ده، ده قال نقلية اتفاقا.
يعني عاوز يقول ده كلمة نقل يعني معناها مش نقل يعني دليل نقل يعني معناها بوضع الواضح. أما في الأخيرين اللي هم إيه؟ ها؟ تضمنها أقوال ثلاثة، فيها ثلاث أقوال، يبقى المطابقية نقلية باتفاق. أما التضمنية والالتزامية قالوا عقلية، قالوا كده الالتزامية دي عقلية والتضمنية نقلية، يعني اختلفوا. الالتزامية ايه؟ يبقى عندنا كام في الأخيرين أقوال، ثالثها الالتزامية عقلية والتضمنية نقلية. يعني في كم، في كم قول؟ ها؟ أيوة. والقول الثالث فيه تفصيل اللي هو إيه؟ الالتزامية دي عقلية والتضمنية نقلية، ولكن في اللي قال الاثنين عقلية وفي قال الاثنين نقلية، والقول الثالث هو إيه؟ التفصيل، أن الالتزامية عقلية والتضمنية نقلية. وزاد الباجوري في ذلك ذلك إيضاحا فقال: ووصف المصنف الدلالة بالوضعية صريح في أن هذه الأنواع الثلاثة وضعية. أهيئة هذا بيفسر لك معنى نقلية، وهو محل وفاق في المطابقة. وأما في التضمنية والالتزامية فهو على الأصح المنقول. فهمت كده النقلية؟ المنقول عن أكثر المناطق كما قاله الغنيمي، غنيمي ذا حنفي وغيره. ووراءه قولان، أحدهما أنهما عقليتان اللي هم إيه؟ الالتزامية ومين؟ ما ينفع تكون عقلية لأنه الالتزامية دي عقلية واضح يلزم، والتضمنية لأنه يلزم من الجزء وجود الإيه؟ الكل، كده يبقوا عقليتان. ثانيهما أن التضمنية وضعية والالتزامية عقلية، وهذه إحدى الطريقتين في ذلك. والأخرى أن المطابقية وضعية اتفاق كالأولى، والالتزامية عقلية بلا خلاف، وأما التضمنية فيها وفيها، فقيل عقلية وقيل إيه؟ وضعية. ده في حاشية مين؟ الإمام الباجوري رحمه الله تعالى. وعاوز أقول لك حاجة في اللازم عشان تعرفها، اللي هو إيه؟ في تقسيمين في اللازم والملزوم. يعني مثلا في لازم في الذهن وفي الخارج، في الذهن، في ذهنك لما يجي كلمة أسد يلزم الشجاعة في الذهن حتى لو ما شفتش الأسد في الخارج، ولازم في الخارج يكون الأسد شجاع، إنما لو لقيته ليس شجاعا يبقى أنت اللي شفته ده نعجة مش أسد، أسد مفترس وشرس، إنما إذا رحت كده ومسحت عليه كده وكده مش أسد، أنت كده بتتعامل مع نعجة، لأنه يلزم هذا في الذهن وفين؟ وفي الخارج. أما في الذهن فقط كلزوم البصر للعمى، يعني يلزم تصور البصر عندما نتصور العمى والعكس، زي إيه؟ القلة والكثرة، لما يلزم من فهم القلة فهم الكثرة، أو السرعة والبطء، أو الحركة والسكون، أو ده هنا إيه؟ متلازم ده في الذهن، أما في الخارج إما متحرك إما إيه؟ ساكن. لازم في الخارج فقط زي السواد للغراب. يبقى التقسيم ده باعتبار الذهن واعتبار الخارج. أما التقسيم الثاني وده المهم، في لازم بين ولازم غير بين. خد بالك هنا، الغير بين ده اللي هو غير البين، ما يلزم فيه من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما لكن يحتاج إلى دليل. يعني حتصور يلزم من وجود العالم حدوثه، يبقى هنا أتصور ما هو العالم، أجرام وأعراض، والأعراض لا تقوم بنفسها والأجرام مش عارف إيه، وأتصور ما معنى الحدوث اللي هو الوجود بعد عدم. فإن تصورت العالم وتصورت الحدوث لا أعرف أن هناك لزوم بين العالم وبين الحدوث إلا بالدليل. ولهذا إذا كان يلزم
من تصور الملزومين تصور اللزوم بينهما مع الاحتياج إلى الدليل، فهذا هو اللازم غير البين، لأنه لا يتبين إلا بالدليل، فلهذا سموه لازم ولكنه غير بين. صحيح يلزم من العالم حدوثه، ولكن متى؟ إذا تصور معنى الملزومين، معنى العالم ومعنى الإيه ومعنى الحادث، ثم أذكر الدليل على حدوث العالم، فهنا إيه أقطع باللزوم. لكن بعد إيه؟ بعد تصور المتلازمين، يعني العالم والحدوث، وآتي بدليل الحدوث اللي هو العقل، هنا يأتي اللزوم بينهما، فيلزم من كونه عالم أنه حادث. واضح ولا مش واضح؟ فهذا يسمى لزوم غير بين، لأنه إيه يعني متوقف فيه الأمر عليه على تصور اللازم المتلازمين ثم الاحتياج إلى الدليل. هذا اسمه لازم إيه؟ لازم غير. هناك لازم بين بالمعنى اللي هو اللازم البين. عرفنا اللازم غير البين ما فيهوش أقسام، أما اللازم البين، وذلك أنا قدمت الكلام في اللازم غير البين، لأنه ما فيهوش أقسام. كل ما في الأمر نتصور المتلازمين. إيه المتلازمين؟ يعني الملزوم واللازم، ثم نأتي بدليل على إيه؟ على هذا اللزوم، فيظهر لنا التلازم، فهذا يسمى إيه؟ لازم غير بين. أما اللازم البين اللي احنا محتاجينه في العقيدة وفي علم الكلام وفي الأصول، عندنا نوعين: لازم بين بالمعنى الأخص، ولازم بين بالمعنى الأعم. اللازم البين بالمعنى الأعم هو أن يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، سواء لزم من تصور الملزوم تصور اللازم أو لم يلزم، فهذا اسمه إيه؟ بالمعنى الأعم. يبقى ده متوقف على إيه؟ ها؟ على فهم اللازم والملزوم. فإذا فهمت اللازم وفهمت الملزوم تجزم بالتلازم بينهما، فهذا اسمه إيه؟ لازم بين بالمعنى الأعم. زي ما أتصور النار وأتصور لي الحرارة، ففهمت إيه الحرارة وإيه النار، يبقى إذا وجدت النار وجدت الحرارة، كده يبقى فيه لزوم بينهما. مش عاوز دليل هنا، إنما إذا كان عاوز دليل يبقى لازم غير إيه؟ غير بين. أما اللازم البين بالمعنى الأخص، وما يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه، سواء كان لازما في الذهن والخارج أو في الذهن فقط. ما دام تصورنا الملزوم حنتصور اللازم حتى لو كان في الذهن فقط، وليس بلازم أن يكون ذلك في الذهن والإيه والخارج، إما أن يكون في الذهن فقط أو في الذهن والخارج معا، وهذا اسمه اللازم البين بالمعنى الأخص، وهذا هو المعول عليه في العقائد. يعني مثلا أقول كده: يلزم من قولنا إنه تعالى مستو على العرش أنه جسم، لأن التمكن والاستقرار والجلوس لا يحصل إلا في الأجسام. فهنا يقول لك: أنا أقول بأنه تعالى مستو على عرشي، ولكن لا أقول يلزم من هذا إيه أنه جسم. أقول له ما ينفعش، لأن هذا لازم بين بالمعنى الأخص. عارف لو كان غير بين أو بين بالمعنى العام ماشي. ولهذا قال أهل العلم، ماذا قالوا؟ قالوا كذا: لازم المذهب ليس بمذهب. لازم المذهب ليس بمذهب، يعني مثلا يلزم من مذهبي هذا، يلزم من مذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، يعني
هذا ليس قول صريح سواء عند أبي حنيفة، لكن يؤخذ بلازم كلامه، أو ليس هو قول عند الأشعري لكن يلزم منه. فنقول لازم المذهب ليس بمذهب، إنما ما هو المذهب؟ هو مش اللازم، هو الصريح والمطابقي، مش اللزوم أو التضمني. أما اللازم ده لا نجعله مذهبا إلا إذا صرح به، يعني ممكن يقول إنه تعالى له يد وكذا، ولا يلزم الجسمية، لأنه يقول في هذه الحالة أنا أثبت فقط اللفظ دون المعنى، هنا لا يلزم. إنما لو قال يد عضو يعني وجارحة ولها أصابع كده خلاص يلزم من هذا الجسم. فإذا قال لا أقول بأنه جسم، هذا لا ينفع، لأنه لازم بين بالمعنى الأخص. إذن فقول العلماء في أن لازم المذهب ليس بمذهب إذا كان لازما بينا بالمعنى الأعم، أو لازم غير بين. أما إذا كان لازم بين بالمعنى الأخص، هنا يكون لازم المذهب مذهب. يبقى متى يكون لازم المذهب مذهب؟ إذا كان بينا بالمعنى الأخص. واضح ولا مش واضح؟ نعم؟ كيف مش واضح؟ يعني لما أقول مثلا إنه تعالى ينزل من فوق العرش إلى السماء الدنيا، والنزول معناه انتقال، ومعناه حيز انتقل منه إلى حيز آخر، ومعناه حركة، فهذا هو إيه؟ هو الجسم. فإذا قلت بعد ذلك لا يلزم من قولي إنه تعالى ينزل نزولا حقيقيا أنه جسم، أقول لا، هذا لازم بين بالمعنى الأخص، فيلزم من قولك بالنزول الحقيقي أنك تقول بالجسمية. ليه؟ لأنه لازم بين بالمعنى الايه الأخص، لأنه ايه معنى يعني متصور أو اللزوم في الذهن. وفين؟ لأنه لا يعقل النزول في الذهن دون الانتقال أو دون الحيز، ولا يعقل كذلك في الخارج، فهو لازم في الذهن وفي الخارج. فكيف نقول إنه لازم المذهب ليس بمذهب؟ يبقى إذا كان غير بين، أو إذا كان بينا بالمعنى العام، لأنه لا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص. لكن العكس، يعني مثلا لما أنا أثبت العام لا يلزم من نفي العام نفي الخاص، لكن يلزم من إثبات الخاص إثبات الإيه؟ العام. يعني لما مثلا النبوة والرسالة، فين الخاص وفين العام؟ النبوة عام، مش كده؟ فيلزم مش كده من نفي النبوة نفي الرسالة. أوضح لك كده؟ يعني مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن إيه؟ رسول الله وخاتم النبيين. هل قال وخاتم المرسلين؟ لا. فقل له هنا الله تعالى ختم النبوة وهي الأعم، فهذا يلزم من ذلك ختم الرسالة اللي هي الأخص، لكن لا يلزم من ختم الرسالة ختم النبوة. واضح كده؟ وذلك في حديث البخاري لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول. ليه ما قالش كلهم يزعم أنه نبي؟ لأنه لو زعم أنه نبي وأثبت لنفسه النبوة، وصريح النص القرآني نفي النبوة خاتم النبيين، فلا يمكن يكون هناك رسول إلا إذا كان نبي، كل رسول نبي. لكن ممكن يوجد نبي وليس رسول، إنما هل في رسول مش نبي؟ وذلك ربنا قال لك ما فيش أنبياء، فكيف يكون في رسل خاتم النبيين؟ إنما إذا قال وخاتم المرسلين، يبقى يطلع يقول لك إيه؟ أنا مش رسول، أنا نبي. فأنت مش هتقول له لا، ما ينفعش لازم تكون رسول. لا، إذا كان رسول ولازم يكون نبي، لكن إذا كان نبي مش لازم يكون. ولهذا شوف الحديث قال يزعم أنه رسول الله. ليه ما يزعمش أنه نبي؟ لأنه عندما يقول لك أنا نبي، النص الصريح يكذبه، ويكون النبوة ختمت، فهو يظن أنه مغفل ولا يعقل،
يظن انه هو عندما يقول رسول انه يعني يقول لك ختمت النبوة، اما انا رسول فاقول له كده يلزم من نفي الاعم نفي الاخص، يبقى معناها القرآن اشار الى ختم النبوة بالدلالة المطابقية، واشار الى ختم الرسالة بدلالة الالتزام، مش كده؟ يبقى إذن الآية ختمت هي النبوة واحدة ولا الرسالة والنبوة؟ بس واحدة صريحة واحدة إيه؟ التزامية. فهمت يا شيخ ولا ما فهمتش؟ هجيب لك مثال تاني. أنت منين؟ أفريقيا. آه عشان كده أفريقيا عندكم اللزوم البين ولا ما عندكمش؟ شوف مثال تاني، يعني سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى الإيه؟ المسجد الأقصى. الآية هنا إيه؟ ذكرت مسجدين بدلالة المطابقة، المسجد الحرام اللي هو في مكة والمسجد الأقصى فك الله أسره فين؟ في بلاد الشام أو في القدس الشريف. هنا مسجد حرام ده دلالة إيه؟ ها؟ مطابقية. لكن ذكرت مسجد ثالث بدلالة التزامية، يعني الآية ذكرت ثلاث مساجد مش اثنين. فين الثالث؟ ما هو قال لك، هو قال الأقصى، والأقصى يعني معناها إيه؟ الأبعد مش البعيد، فلا يكون أبعد إلا إذا كان هناك بعيد. طب بعيد منين؟ فالمسجد الأقصى مش بعيد عن مكة، أبعد، يعني معناها في واحد بعيد عن مكة بس في أبعد منه، فذكرت الآية اللي في مكة الحرام وذكرت ما هو أبعد، يبقى فين البعيد اللي هو المسجد النبوي؟ الأقصى يعني الأبعد مش القصي. فإذا كان هناك مسجد أقصى يعني أبعد، حيجي في الذهن طب فين البعيد؟ اللي هو المسجد النبوي. طب والأبعد هو المسجد الأقصى. إيه اللي خلى القرآن يقول مثلا الحرام والأقصى؟ ما كان قال القصي، لأنه أقصى ده أفعل تفضيل، يعني بعيد وأبعد، قصي وأقصى، جميل وأجمل، عالم وأعلم. فإذا ذكر المسجد الثالث بدلالة الإيه؟ الالتزام. كما أن الآية ختمت الرسالة بالدلالة الالتزامية، لأنه طالما ختمت النبوة يلزم ختم الرسالة ولا عكس، زي ما قلنا القاعدة نفي العام يستلزم نفي الخاص، وإثبات الخاص يلزم منه إثبات العام. مفهوم كده؟ خلاص كده الالتزام، وده درس مهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.